نظمت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الصيد بواسطة الحظور بموجب القرار 714 على 2002 وتعديلاته بالقرار 122 على 2003 من خلال وضعها لمواصفات خاصة يشترط توافرها في الحظور، واشتراطات يجب على مالك الحظرة أن يلتزم فيها. المواصفات التي يشترط توافرها في الحظرة أن تكون المواد المستخدمة في بناء الحظرة غير ضار بالبيئة، وأن لا يقل قطر فتحة الشبك المستخدم عن 1.25 إنش، واستخدام طبقة واحدة من الشبك، حظر استخدام الحزام الشبكي على قاعدة الحظرة، كما لا تقل المسافة بين أي حظرة عن الثانية عن 500 متر. أما بخصوص الاشتراطات اللي يجب على مالك الحظرة أن يلتزم فيها، الالتزام بموسم إقامة الحظور خلال الفترة من 1 يونيو حتى نهاية فبراير، والالتزام بتنظيف شباك الحظرة من الشوائب والمواد العالقة والمواد الرسوبية الأخرى، صيانة الحظرة ورعايتها بصفة دورية، وجمع المصيد من الحظرة عند كل جزر يوميا. وفي حال أسر الحظرة لبعض الكائنات النادرة مثل السلاحف وغيرها، يجب أن يتم إبلاغ الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وأن يلتزم صاحب الحظرة بإزالة الحظرة التالفة وبقاياها الغير صالحة من البحر.